ماتت الشجرة، شجرة ماكرون وترامب، ومات معها أشياء كثيرة. الشجرة كانت هدية من الرئيس الفرنسي للرئيس الأمريكي، وعادة الهدايا الرسمية بين الرؤساء تعبر عن التقدير والاحترام، وفي الغالب تكون مرتبطة بحدث تاريخي ما أو أن لها قصة مميزة. ماكرون كان قد أهدى ترامب شجرة بلوط وغرسها الرئيسان في حديقة البيت الأبيض أثناء زيارة ماكرون لواشنطن العام الماضي. حينها نشر رئيس ماكرون عبر حسابه الرسمي فيديو لحظة غرس الشجرة، وأخبرنا عن رمزية هذه الشجرة، فهي من الأرض التي شهدت معركة غابة بيلو شمال فرنسا وقت الحرب العالمية الأولى، وقتل في المعركة 2000 عسكري أمريكي على يد الألمان، وكان هذا عام 1918. المفاجأة أن الشجرة اختفت من حديقة البيت الأبيض بعد أيام قليلة من غرسها. وبعد ضجة أثيرت حول الأمر، كشف جيرارد أرود السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة آنذاك بأن الشجرة قد تم نقلها إلى حجر صحي، وأن هذا إجراء إلزامي لأي كائن حي يتم استيراده من خارج الولايات المتحدة. كان من المفترض أن تبقى هذه الشجرة في الحجر الصحي لسنتين قبل إعادة غرسها في حديقة البيت الأبيض، إلا أنها للأسف ماتت. هذه الشجرة التي كانت ترمز للصداقة بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي قبل عام، أصبح موتها تعبيراً مجازياً عن تدهور العلاقات بين ترامب وماكرون، فقد اختلف الرئيسان علناً حول عدد من القضايا خلال السنة الماضية، مثل البرنامج النووي الإيراني والتجارة وتغير المناخ، ولا ننسى طبعاً تغريدات ترامب بشأن الأوضاع السياسية في فرنسا ومظاهرات السترات الصفراء. ولا شك أن هذا الاختلاف ألقى بظلال داكنة على العلاقة بينهما.